وفي السياق ذاته شكر محافظ الجوفة العميد أمين العكيمي قيادة السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه من أجل استكمال تحرير الجوف وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. نشكر القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي حفظه الله ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، كما نشكر الحكومة ممثلة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، ولا زالوا يبذلوا جهد غالي من أجل حماية الوطن واستعادة الشرعية في كل أرجاء اليمن. نشكرهم، تولوا اهتمام كبير جدا بتحرير هذه المحافظة ودعموها دعم لا محدود، وهذا من أبناء المحافظة جميعا. شكرا.